لما حكيته لي عجبني ان احنا نتوسع في زراعه اشجار التوت ونستبدل كل اشجار الفيكس القميئه صديق. وبقولها باللفظ القميئه أيوة اللي بتشرب ميه قد كده صحيح نستبدلها باشجار التوت منها نستفيد بثمارها ونستفيد في مشروع عظيم زي اللي انتوا بتعملوه ويرجع مصر تاني لصفوف العالم المنتج الحرير مظبوط. كلمنا عن حلمك. اي مشروع في الدنيا عشان ينجح لازم يكون مشروع متكامل صحيح. بمعنى ان انا ما ربيش حاجه ما كنتش عارف ان انا هاكلها منين صحيح. فعشان يعني اعيش زي او اشتغل زي ما انا شغال بالطريقه التلقائيه ديت ان انا الف على الاشجار اللي هي في الارياف او بتاع. ضربت كم خناقه كتير وعملت مشاكل كتير وهعمل وهتنينها يعني لغايه لما اجيب اكل الموضوع مش ملوش نهايه. فعشان انجح مشروعي لازم يكون الاكل بتاعي ملك انا. بمعنى ان انا ازرع لي حته ارض في الصحراء حته تكون مناسبه ان انا اعمل مشروع جوه المكان اللي منه هشيل من هنا واحط هنا واكل وانا في مكان مش محتاج من حد حاجه ولا حد ايه يتضرر مني في حاجه. هتزرع ايه مع التوت؟ في بقى مشاريع كتيره خارج الفلاح بقى يعني خارج الزراعه يعني كان الاخ الاستاذ محمد الاخ الفاضل بتاعنا كان اتكلم في حته ان احنا نشجرها مثلا من المحيط بنخل فيه الى جانب النخل ممكن نزرع مرمريه في داخل التوت نفسه. المرمريه ديت خضرها طول السنه برضه بتتجمع ثلاث مرات في السنه. الانتاج بتاع الفدان فيها 120 كيلو ورق. كام الكيلو بقى؟ 120 كيلو. انا لسه ما بتكلمش في الورق. انا هحول الورق هاخد منه زيت. ال 120 كيلو ورق دول يطلعوا لي 7 كيلو زيت. كيلو الزيت ب 7000 دولار يعني 49000 دولار. 49000 دولار ده بيخش في مصانع التجميل والمكياجات والكريمات والحاجات دي. وفي طلب عليه وهتعرف تسوقه طبعا. وفي ناس كده ده بتصدر كمان يعني في ناس هتيجي تاخده منك من مكانك للتصدير والحاجات دي. وللاسف احنا عندنا طبعا في المحافظه الغربيه يمكن الوحيده على مستوى الجمهوريه اللي مالهاش ظهير صحراوي مخنوقه بالظبط. فاحنا بنسعى ان احنا ناخد حته ارض في الصحراء نوسع بها مشروعنا وربنا برضو المستعان. ما تطلع على الوادي الجديد ولا الوحابة دمحة؟ احنا مش كلنا طالعين على المعاش. احنا مفيش مشكله بالنسبه لنا نطلع اي حته. اتنين منكم طالعين على المعاش يطلعوا هم الوادي الجديد يطلعوا الوحاية يطلعوا سيوه. احنا بالنسبه لنا مفيش مشكله بس دلوقتي احنا عشان بناخد اراضي يعني من حد شخصي كده زي كده بتقع تحت ايد وضع اليد تحت يعني بتقع في مشاكل كتير وممكن معلش يعني بفلوسك وبتنصب عليك بيها كمان يعني معلش ممكن تشتري من واحد ارضه يجي بعد شويه يقول لك لا ده اخوه يقول لك انا ما بعتلكش فبالتالي بتتعرض لموقف نصب كتير جدا. فاحنا بندور ان الدوله تتبنى المشروع وهي اللي تخصص لنا واحنا كده كده هندفع يعني سواء للشخص هندفع فلوس سواء للدوله هندفع فلوس بس لما نشتري من الدوله بيكون بامان اكتر. دوره